الحسام اجي لحضرتك، يعني مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، شايف وضع الفريقين ايه قبل المباراه؟ احنا طبعا في اللقاء اللي فات احنا قلنا مش هيبقى فيه تغيير لان هو الموضوع كله 48 ساعه، لكن النهارده بتختلف عن المباراه اللي فاتت من الناحيه النفسيه شويه، يعني ممكن هنعلي الناحيه النفسيه لكل فرقه. الفرقه الاهدى والملتزمه كفتها ترجح، لغايه دلوقتي ما دخلناش في فنيات صحيح، لكن الاهدى زي هنبتدي سيناريو صغير كده قلناه المره اللي فاتت ولقينا منه، وانت قلت لي انا اتفرجت على الماتش لقينا منه 80% او 90%. السيناريو هل النادي الاهلي اول 10 دقائق هيتخطف زي اللي حصل اللي هو النادي الزمالك بيلعب على ان محمد علي، بص السيناريو ما بيتغيرش، محمد علي بيشيل بيعمل فرق 3 4 الاحمر الدرع بيعرفوا في بدايه صحتهم في بدايه المباراه بيبقوا فايقين جدا، فبيخلوا السكور مع محمد علي مع الاحمر مع الدرع السكور بيوصل 3 4 فرق. دي اول 10 دقايق بيخطفوا فيها النادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي يبتدي يفوق، عشان كده بقول لك المباراه دي كفتها للنادي الاهلي اعلى سنه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو من خساره فرق 6 فنش الشوط الاولاني فرق 3 بعد كده ركب الشوط الثاني من اول الدقيقه 21 بقى ليدنج 2 2 وهو والزمالك يعوض تعمل 8 يبقى عنده تمام. دي اول بس دي مرهون زي ما حضرتك قلت بالبدايه الاستراتيجي عامل ايه. اكيد طارق محروس اتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه واللعيبه اتفرجت على الماتش مره واثنين وثلاثه، فهي الحته الاولانيه دي الاخطاء الذكي النهارده اللي اتعلم من اخطاء اللي حصلت في المباراه اللي فاتت، لان مفيش وقت يا كابتن هيثم، ده 48 ساعه شغل منتال كله. برافو عليك، دي اول حاجه. تاني حاجه الالتزام، اللي هيلتزم بالملعب هيكسب، التسرع هيبقى ضده لان التعويض في ماتش زي كده هيبقى صعب. صحيح. تنشنه وتوتر والكلام ده كله هيبقى صعب جدا. صحيح، وصعب يتعوض، وهيبقى النهارده اللي هيفرق كتير وهيبقى صعب عليه انه يعوض جدا. صحيح. والاهم من كده بقى ان الماتش بتاع النهارده دي مش بطوله، دي كذا بطوله، يعني اللي هيكسب النهارده يا كابتن هيثم هيبقى نسبته في مكسب الكاس يوم السبت معنوياته عاليه يطلع افريقيا في شهر 5 معنوياته اعلى قوي، كسبان في خلال اسبوعين او شهر 3 بطولات، دي احنا جربناها فالموضوع بيبقى مختلف. صحيح. فالنهارده انا ضم صوتي بصوت يا كابتن، مباراه النهارده فعلا مباراه مهمه جدا، ثلاث بطولات. صحيح. كاس عندك يوم السبت. صحيح. فالخلاص اللي هو بيقول لك ايه المثل، يقول لك ايه اللي ذاكر ذاكر اللي ذاكر ذاكر، داخلين على الجد على طول بس احنا عايزين نتفرج على ماتش. صحيح يا كابتن، وهنشوف ان شاء الله ماتش.